أكدت الهيئة العامة للبيئة عدم تأثر المياه الإقليمية بالبقع النفطية التي رصدتها في المياه العراقية وشمال إيران. وقالت الهيئة إنها رصدت عبر مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ميماك ومن خلال صور الأقمار الاصطناعية بقعا نفطية في المياه العراقية وشمال المياه الإيرانية بعيدا عن المياه الإقليمية الكويتية. وأضافت الهيئة أنها نسقت مع برنامج دعم متخذي القرار لإدارة الأزمات التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لمراقبة صور الأقمار الاصطناعية ومع ميماك لمتابعة الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة مع بغداد وطهران بشأن هذه البقع النفطية. لم يتم رصد أي تلوث في المياه الإقليمية الكويتية بناء على البلاغ الوارد للهيئة من مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ميمك حول رصد بقع نفطية في المياه العراقية وشمال المياه الإيرانية من خلال صور الأقمار الصناعية، والتأكيد على أنها بعيدة عن المياه الإقليمية الكويتية، حيث أنه يقوم المركز حاليا بالتنسيق مع الدول المعنية لعمل اللازم حول مكافحة البقع النفطية، ويوجد تنسيق مستمر بين الهيئة مع المركز لإحاطتنا علما والإبلاغ في حال رصد أي مؤشر للتلوث البحري في المياه المجاورة للمياه الإقليمية الكويتية.